تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، صوت طبول الحرب يرتفع في الشرق الأوسط. في حاجة اسمها الساعة الذرية اللي هي بتقول إمتى ممكن تحصل حرب نووية قريبا. بعض علماء وبعض حائزي نوبل وبعض مفكرين عملوا ده كمؤشر رمزي إلى انه لو في حرب نوويه قربت قد ايه. دايما الساعه 12 الا ربع الا تلت، لما تقرب على 12 معناه قربنا على حرب نوويه. دلوقتي احنا في اخطر مرحله، لانها 12 الا دقيقتين، يعني فاضل دقيقتين على حرب نوويه. انما بعض الخبراء بيقولوا على الاقل في الشرق الاوسط الا ثانيتين، فاضل ثانيتين على حرب في الشرق الأوسط. اللي شاف المشهد في الآونة الأخيرة هيلاقي كلام عن حرب بين السعودية وإيران، كلام عن حرب بين إسرائيل وإيران، كلام عن حرب بين أو ضربة روسية لإسرائيل. كل الاحتمالات واردة في الشرق الأوسط. لما نشوف المعطيات الرئيسية نلاقي ما يلي: إن إيران موجودة كنفوذ وموجودة من الناحية العسكرية داخل الأراضي السورية. إسرائيل بتقول إن الوجود الإيراني في سوريا خطر على إسرائيل. فإسرائيل كانت موجودة على مسافة 85 كيلو من إسرائيل. الإسرائيليين كلموا الروس، فالروس زقوا الإيرانيين لورا شوية، بقوا على بعد 100 كيلو من إسرائيل. إسرائيل بتقول إن حتى على بعد 100 كيلو القوات الإيرانية اللي موجودة على الأراضي السورية تهدد الأمن القومي السوري. ده المعطى الأول. المعطى الثاني، إسرائيل بدأت تقول إن إيران بتخزن سلاح نووي داخل أراضي السورية. فإيران بتقول ده كلام مش منطقي، عشان إحنا أصلا ما عندناش سلاح نووي. اللي عندهم سلاح نووي الإسرائيليين، وهم دول ينبغي إن هم يخضعوا للتفتيش، ولابد المفتشين دوليين يروح يشوفوا الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن لا صحة لوجود مخازن أسلحة نووية إيرانية في الأراضي السورية. المعطى الثالث، أوروبا. أوروبا مع مصالحها الاقتصادية شايفة إن التفاهم مع إيران والاتفاق النووي ده كان كويس جدا، وإنه يتم الحل السلمي مع إيران. نتنياهو بيقول الأوروبيين قبل كده قالوا نتفاهم مع هتلر، وشافوا هتلر عمل ايه في اوروبا. بتقولوا نتفاهم مع ايران، هم مش مقدرين ان هم هيفاجئوا ويصحوا من النوم على وجود هتلر جديد في الشرق الاوسط. والمعطى الرابع، ان روسيا بعد حادث الطائره L-20 اللي مات فيها 15 من ضباط الاصابات العسكريه الروسيه، وروسيا قالت ان اسرائيل متسببه في ذلك، روسيا هتدي صواريخ S-300 للسوريين. المجمع الصاروخي الواحد، هو طبعا منظومة الصواريخ دي عدة مجمعات صاروخية، إنما المجمع الواحد من S-300 فيه 6 كتائب. الكتيبة الصاروخية الواحدة فيها 12 قاذفة، القاذفة الواحدة فيها 4 صواريخ. إذا بنتكلم على أرقام كبيرة متوقعة من صواريخ S-300 إلى سوريا. المجمع 6 كتائب، الكتيبة 12 قاذفة، القاذفة 4 صواريخ. والمعطى الخامس، إسرائيل بقى قالت حتى لو الروس يعني بيحرجونا، بيضغطوا علينا وبيهددونا من الأراضي السورية وهيدوهم S-300، إحنا بنقول أو إسرائيل بتقول إن هي هتضرب منظومة الصواريخ S-300 الروسية على الأراضي السورية. المعطى السادس، الخبراء بيقولوا بناء على ذلك اللي هو بقى وصواريخ S-300 الروسية موجودة في سوريا، ممكن إسرائيل تضربها. كلام عن مخازن نووية إيرانية في سوريا، ممكن إسرائيل تضربها. كلام عن تصاعد الحرب الباردة بين السعودية وبين إيران، كلام إن الإسرائيليين بيقولوا سكتنا على إيران أكتر تكون هتلر جديد. كل هذا الكلام خلى الخبراء يقولوا إن إحنا مش إلا دقيقتين، ده إلا ثانيتين من احتمالات الحرب. إذن إن طبول الحرب يرتفع صوتها في الشرق الأوسط.
2 جنوب السودان النداء الأخير. جنوب السودان من أول ما حصل الاستقلال والانفصال عن جمهورية السودان وهم في أزمات مستمرة، ما شافوش يوم حلو تقريبا، مشاكل لا تنتهي في جنوب السودان، حرب أهلية، دماء في كل مكان. كان قبل كده ريك ماشار هو نائب رئيس جنوب السودان اللي هو الرئيس سيلفا كير، بعد كده حصل إقالة نائب الرئيس نتيجة أن الرئيس من قبيلة ونائب الرئيس من قبيلة، حصل صراع قبلي أدى إلى حرب أهلية في دولة جنوب السودان الشقيقة. هذه الحرب الأهلية كانت صعبة جدا جدا جدا، الحكومة بتقول أن عشرات الآلاف قتلوا، تقديرات بتقول 50,000 قتلوا، التايمز البريطانية بتقول 400,000 قتلوا، كلية لندن للصحة بتقول أكتر من 500,000 قتلوا. مش بس قتلوا اللي هم قتلوا في معارك، إنما كمان اللي ماتوا من الجوع والجفاف نتيجة الحرب الأهلية، يعني ممكن يكون الضحايا 500,000 من الذين ماتوا في جنوب السودان نتيجة الحرب. في كلام حوالي 200,000 قتلى نتيجة عمليات عسكرية، وممكن 300,000 ماتوا نتيجة الجوع والجفاف وباقي أحداث الحرب الأهلية في جنوب السودان. أخيرا في اتفاق سلام قد ينهي كل سلام، قد يكون اتفاق السلام الأخير. قعدوا في الخرطوم واتفقوا على اتفاق سلام، بعد كده قعدوا في إثيوبيا مضوا على اتفاق سلام. ريك ماشار نائب الرئيس بيقول ده اتفاق عظيم، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فنتمنى ألا يكمن الشيطان في تفاصيل الاتفاق. الاتفاق قايم على ايه؟ وقف اطلاق النار، وقايم كمان على تقسيم السلطة، وقايم على 36 شهر مرحلة انتقالية. الكل يتطلع الى السلام في دولة جنوب السودان الشقيقة، لان عدد كبير جدا من القتلى وفي 1,000,000 مشرد. ولما زرت قبل كده جنوب السودان مع وزير الخارجية سامح شكري، ببص بقى من الاوتيل لقيت تحت على الارض طيارة مدمرة، فسألت قالوا ديت من نتائج أو من عمليات الحرب الأهلية، تلاقي طيارات على الأرض وتلاقي بقايا دماء في كل مكان وتلاقي دمار وخراب في كل حتة. فجنوب السودان اللي هي لسه ما بقالهاش كام سنة قضت معظم السنين في حرب ربما يكون عدد ضحاياها 500,000 وعدد المشردين منها أكثر من 1,000,000 جنوب سوداني. نتمنى أن يكون النداء الأخير للسلام في السودان هو النداء الأخير للسلام في جنوب السودان هو النداء الأخير حقا. 3 حروب أمريكا تكلفت 7 تريليون دولار والعالم أقل أمنا. حروب أمريكا ضد الإرهاب ضد الآخرين هي حروب تكلفت الكثير جدا جدا جدا، أرقام كتيرة، لكن تريليونية تكاليف الحرب الأمريكية أو حروب أمريكا أو حروب 11 سبتمبر. في تقدير عند الكونجرس الأمريكي، تقدير عند البنتاغون، تقدير عند البيت الأبيض. لما نشوف كل تقدير هنلاقي أن الكونجرس الأمريكي بيقول أنه 1.7 تريليون دولار إجمالي نفقات أو إجمالي تكاليف حروب أمريكا، 1.7 تريليون دولار، ده كلام الكونجرس. طبقا للكونجرس حرب العراق الرئيس بوش الابن قال هتتكلف كام؟ 50 مليار دولار. الحقيقة كام؟ 650 مليار دولار. شو بقى التقدير لما حد يقدر حرب بتاخد 50 مليار، تطلع مثلا 60، تطلع 70، تطلع 100، يبقى الضعف. إنما تخيل إن بوش الابن يقول حرب العراق هتكلف في زالة أمريكية 50 مليار دولار، تبقى التكلفة 650 مليار دولار، يعني قد حرب فيتنام تقريبا. حرب فيتنام 680 مليار دولار. ده كلام الكونجرس الأمريكي، إنه 1.7 تريليون دولار. البنتاغون بينزل شوية بالرقم إلى 1.5 تريليون دولار إجمالي تكاليف الحروب الأمريكية.
إنما الرئيس ترامب بيقول كلام تاني، بيقول 7 تريليون دولار، قبل كده قال 6 تريليون دولار، دلوقتي بيقول في 2018 إن إجمالي تكاليف حروب أمريكا كام؟ 7 تريليون دولار، وده رقم خرافي. ده معناه أمريكا دفعت كتير جدا جدا من أجل أن يصبح العالم أكثر أمنا كما تقول أمريكا، إلا إنه رغم الإنفاق المذهل ده 7000 مليار دولار أو 7 تريليون دولار، العالم أقل أمنا. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة 1، الرئيس ترامب ممكن يكون بيبالغ، بيقول لك 7 تريليون دولار عشان هو عينه على ان ياخد فلوس تعويض، عينه على التعويضات وعينه على نفط العالم العربي. اتكلم قبل كده وقال انه عايز نفط العراق، واتكلم قبل كده وقال هو عايز نفط ليبيا، واتكلم قبل كده وقال انه هو عايز يدفع السعودية تكاليف حرب سوريا وغيرها، واتكلم قبل كده وقال انه عايز يدفع اليابان وكوريا الجنوبية تكاليف الحماية. خلينا هنا، هو اتكلم على انه امريكا يجب ان تأخذ نصف بترول ليبيا، وانها تاخد معظم بترول العراق، وان السعودية تصرف على الحروب السابقة والقادمة في المنطقة. ده كلام معلن للرئيس ترامب. فوارد، واحنا بنحلل علميا هذا الموضوع، نضع في الاعتبار ان قد يكون الرقم اقل من كده بكتير، بس الرئيس ترامب بيزوده وصله 7 تريليون دولار علشان ياخد ارقام كبيرة من الميزانية العربية او الاسيوية او الاوروبية، اللي هم كمان هيدفعوا تكاليف وجود امريكا في الناتو. نمرة 2، وارد انه لا، وارد العكس، ان التكلفة ممكن تكون 10 تريليون دولار، وممكن تكون 12 تريليون دولار، وانه امريكا بتقلل الرقم ل7، او زي البنتاجون ل1.5 تريليون، او زي الكونجرس ل1.7 تريليون. ان كل ده هدفه الرئيسي ان هو يبين للشعب ان التكاليف مش كبيرة. فوارد يكون ان الرقم كبير جدا، وإن الحكومة الأمريكية أو مؤسستها بتقول إن الرقم قليل. يبقى في احتمال إن يكونوا يبالغوا في الرقم عشان ياخدوا أموال كتيرة من العالم العربي وآسيا وأوروبا، ويرد يكون الرقم كده فعلا أو أكتر من كده، إنما هم قلقانين من الرأي العام الأمريكي. نمرة 3، الحروب اقتصاد. يعني دلوقتي واضح تماما إن مثلا حرب العراق الأمريكان قالوا 50 مليار، لما حربوا اتكلفت كام؟ 650 مليار. حرب فيتنام قالوا كام في الأول؟ 3-4 مليار، وصلت كام؟ 680 مليار، أرقام خرافية. حروب 11 من سبتمبر قالوا هتبقى كام؟ هتبقى حاجة قليلة، كام مليار؟ انتهت لكام؟ ل7 تريليون، لأن الحرب مكلفة جدا جدا في العصر الحديث والمعاصر. الصاروخ الواحد ممكن يتكلف، صاروخ كروز الواحد 1 مليون دولار. شوف بقى، انت ممكن ترمي 100 صاروخ يبقى دي 100 مليون دولار. رميت 1000 صاروخ بتتكلم على 1000 مليون دولار، يعني مليار دولار. تتكلم على الطيارة F-35، تكلفة الطيارة ممكن تصل إلى أكتر من 100 مليون دولار. الدبابة الفرنسية الحديثة أكتر من 10 مليون يورو. أرقام، شوف بقى كام دبابة وكام طيارة وكام صاروخ، احسب بقى كل حاجة، اضرب بقى 1 مليون دولار، 5 مليون، 10 مليون، 100 مليون. بترمي أرقام ضخمة جدا في الحرب. الحرب مش بس دم، إنما الحرب أيضا مال. مثلا الحرب العالمية الأولى اتكلفت قد إيه؟ رقم معقول جدا، 0.25 مليار دولار بأرقام دلوقتي، 0.25 مليار دولار. لكن الحرب العالمية الثانية كام؟ 4.1 تريليون دولار. عفوا، رقم الحرب العالمية الأولى 0.25 تريليون دولار، يعني 250 مليار دولار. يبقى الحرب العالمية الأولى 0.25 تريليون دولار. الحرب العالمية الثانية تكلفت 4 تريليون دولار، أكثر من 4 تريليون دولار. نيجي نلاقي إن حروب 11 سبتمبر 7 تريليون دولار، يعني تقريبا
ضعف تكاليف الحرب العالمية الثانية كلها. إذا بنتكلم زيادة كبيرة جدا في الإنفاق مستمرة وصلت إلى هذه الأرقام الخرافية. النقطة الأخيرة في هذا التحليل إنه هذه الحروب لماذا؟ يعني أمريكا مثلا لما احتلت العراق، غزو العراق في 2003 عشان إيه؟ أي حد هيناقش هذا الموضوع كل السادة المحللين هيقولك عشان البترول. طيب البترول ده عرض على بوش الابن بسعر 10 دولار برميل، يعني سعر خاص لأمريكا، كان كل بترول العراق كله ممكن يصل إلى تريليون دولار فقط. طب حد يصرف 4 تريليون اللي هو تقدير جامعات هارفارد والسينجلز معاهم 4 تريليون في حرب؟ هو أصلا كان ممكن ياخد كل عوائد النفط وكل النفط ده بواحد تريليون. يبقى إذن في أسباب مش اقتصادية في الحروب المعاصرة، إما نخبة مستفيدة أو مجموعة يهمها هذا الموضوع أو فكر عقائدي أو ديني أو مذهبي أو سياسي أو استراتيجي. مش بالضرورة كل ما نيجي نحل الموضوع نقول النفط، لأن في هذا الموضوع ما يبانش النفط هو الموضوع، لأن كل نفط العراق بالديل اللي عرضه بالعرض اللي قدمه نظام صدام حسين كان ممكن يكون بربع تكاليف الحرب الأمريكية على العراق. يبقى إذا الموضوع مش نفط فقط، لكن النفط طبعا جزء من الحرب، إنما يبدو أنه نفط زائد حاجة تانية، زائد الدين، زائد المذهب، زائد الثقافة، زائد الإرادة، زائد صراع دولي بين القوى العظمى. إنما لا يكفي تبسيط الأمر بأنه فقط صراع على النفط، هو صراع جزء منه النفط لكنه يتجاوز النفط بكثير. إذا نحن إذا رقم جديد لتكاليف حروب أمريكا، حروب 11 من سبتمبر، 7 تريليون دولار تقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.